أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي هاشتاج. مخصصات الشهداء والأسرة، إغلاق باب الرحمة وغيرها من المواضيع اللي ضجت فيها مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية رح نحكي عنها في حلقة اليوم، خليكم معنا. رح نبدأ حلقتنا لهذا الأسبوع من هاشتاج مخصصات الشهداء والأسرة خط أحمر. في خلال هذا الأسبوع تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية والعربية مع قرار الاحتلال الجائر باقتطاع وقرصنة 500 مليون شيكل تقريبا من أموال الشعب الفلسطيني في محاولة فاشلة من قبل الاحتلال لثني شعبنا الفلسطيني وقيادته عن المطالبة بحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال. أكد سيادة الرئيس محمود عباس أنه لا مساومة على التزام القيادة بكرامة الأسرى والشهداء، وقال أنه هذا القرار يأتي في سياق الممارسات العنصرية اللي بتهدف لإجبار الفلسطينيين على التنازل عن القدس، وهذا لن يحدث. بصراحة قررنا أن نرفض استلام كل المقاصة، لا نريده، لا نريد المقاصة كلها، خليها عندهم. لو كان عندنا فقط 20 مليون أو 30 مليون شيكل وهي ما يدفع للعائلات الشهداء سندفعه لعائلات الشهداء، يعني لو لا يوجد في السلطة أي قرش غير هدول سأدفع لعائلات الشهداء وعائلات الأسرى وعائلات الجرحى. هذا يجب أن يكون مفهوما. إضافة إلى ذلك أنا سأذهب إلى كل المؤسسات الدولية لأشتكي لعل العالم يسمعني، وأنا أعرف تمام سطوة أمريكا على هذا العالم، ستسكت كل المؤسسات الدولية القانونية حتى لا تدين إسرائيل. وعبر أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده عن تأييدهم لقرار سيادة الرئيس محمود عباس برفض المساومة على مخصصات الشهداء والأسرى، وجاء عدد كبير من التعليقات الداعمة لقرار سيادة الرئيس، اخترنا منها أشقر اللي قال: كما عهدناه ثابت وصلب ولن يلين بوجه الظلم والمتآمرين، ولآخر نفس معنا الشهداء والأسرى خط أحمر. أما رياض كتب: سيادة الرئيس دمت ذخرا للوطن، يطول بعمرك يا رب. أحمد كتب: كل التحية والاحترام للأخ والقائد أبو مازن، يا جبل ما يهزك ريح. حمادة: كل الاحترام والتقدير، فخامة الرئيس دمت ذخرا للوطن والمواطن. أما ليندا الفار: سيأتي وقت تفتح فيه جميع الأوراق، ربنا يعينك يا قائدنا، همك كبير، أعداء من جميع الجهات.
تحت عنوان هاشتاج باب الرحمة. تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الهاشتاج بعد أن قامت قوات الاحتلال وبشكل جائر بإغلاق المدخل المؤدي إلى الباب بالسلاسل الحديدية خلال منتصف الأسبوع، الأمر اللي أجبر مجموعة من المواطنين المقدسيين محاولة فتح الباب وإزالة السلاسل الحديدية اللي وضعت على المدخل المؤدي له. قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح والاعتقال على أبناء شعبنا اللي هبوا دفاع عن القدس ومقدساتها، واقتحم عدد كبير من شرطة الاحتلال المسجد وأفرغوا بالقوة من جميع المصلين. خلينا نشوف مقطع لهذا الاعتداء السافر. الاحتلال أجبر فيما بعد على إزالة هاي السلاسل الحديدية وإعادة فتح الباب من جديد. في يوم الجمعة الماضية نجح أبناء شعبنا في القدس المحتلة بإعادة فتح مصلى باب الرحمة من الجهة الشرقية من المسجد الأقصى في صلاة الجمعة اللي أداها أكثر من 60,000 مصلي. أكد أبناء شعبنا فيما نجحوا بتحقيقه أن القدس والأقصى ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو إنكاره. القدس ستبقى عربية فلسطينية. من المعلوم مشاهدينا بأنه باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى، وأغلقته شرطة الاحتلال الإسرائيلية سنة 2003، ورجعت جددت المحكمة الإسرائيلية سنة 2017 أمر الإغلاق. خلينا نشوف مع بعض عدد من التعليقات اللي شارك فيها رواد منصات التفاعل الفلسطينية والعربية مع هذا الهاشتاج. تفاوهات المحاضر نشأة الأقطش ضد منظمة التحرير تبرأت عنها جامعة بيرزيت، وأصدرت بيان أكدت فيه بأن موقف الأقطش شخصية ولا تمثل موقف الجامعة من منظمة التحرير الفلسطينية. وجاء في نص البيان أن جامعة بيرزيت ومنذ نشأتها تعتبر نفسها جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. وترفض الجامعة أي إساءة أو تشكيك بهاي المنظمة وأدوارها الوطنية والسياسية والمجتمعية.
وأثار تصريح الأقطش حالة من الاحتقان لدى طلاب جامعة بيرزيت، ونظموا وقفة احتجاجية معبرين من خلالها عن رفضهم لهاي التصريحات اللي بتمس الكل الفلسطيني وتشكك بنضال شعبنا الفلسطيني، وهو أمر مرفوض حسب طلاب الجامعة. اشتعلت مواقع التواصل الفلسطينية بعد هذا الموقف المستهجن من قبل الأقطش. عدد كبير عبر عن استيائه ورفضوا هاي التصريحات، اخترنا منها منير الجاغوب، كتب: أطالب نشأة الأقطش بالاعتذار للشعب الفلسطيني عما بدر منه من إساءات لقضيتنا وشعبنا وقياداتنا عبر قناة الجزيرة برنامج الاتجاه المعاكس مع الصهيوني إيلي كوهن. مؤسف ما حدث اليوم ومعيب. أما موفق مطر، كان التناقض والكذب حاضرين إلى جانب الجهر بجريمته تخوين المنظمة بادعاء أنها صنعت لتثبيت الاحتلال، فيما غيب هذا النموذج الأقطش الحقائق والوقائع كأدلة وبينات لضحط رواية الصهيوني العنصري المتعجرف المستكبر إيدي كوهن. وزاد على ذلك أنه مكن كوهن، قدم له مفاتيح كلام غير مسبوق جعلت هذا الكوهن يقول بعدائية صريحة ناكرة لوجود شعبنا: من أنتم؟ أنتم لا تاريخ ولا حاضر لكم. منى عفاني كتبت: بالفعل هو أساء للكل الفلسطيني واستهتر بدماء الشهداء وأنات الجرحى والأسرى، وهذا دأب من لا يدفع في رأس المال الوطني. أبو يامن زعرب: عار عليك أن تتكلم عن أم الشعب الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية ممثل وحيد للشعب الفلسطيني. أما نافذ عكاشة: من لا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً للشعب فليفكر في وطنيته. مصطفى عقل كتب: عاشت فتح الأبية، عاشت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. حركة فتح أكبر من هؤلاء الذين يثرثرون ويغدرون بشعبنا ليلاً ونهار ويتساوقون مع المشاريع المدمرة لقضيتنا. منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح كانت ولا زالت وستكون دائماً حامية للمشروع الوطني حتى التحرير والاستقلال. الشاب حمزة فلسطيني من سكان بيت حنون عم يتعرض لممارسات قمعية كبيرة من سلطة حماس في القطاع. أصدر فيديو على صفحته الشخصية عبر من خلاله عن رفضه للي بيتعرض له من ظلم من قبل السلطات الإنقلابية، وبيّن في الفيديو إنه حاله كحال الآلاف من سكان قطاعنا الحبيب اللي بيعانوا من التمييز والتنكيل من قبل حماس. خلينا نشوف مع بعض مقطع من الفيديو اللي انتشر لهذا الشاب على السوشيال ميديا. كثير ثقيل ومش حيستحملوه كثير ناس، بفرقش عندي، بس انا بدي اوصله، لازم الكل يسمعه، لازم كل واحد حور شريف يسمعه، كل انسان صادق مع ربه يسمعه، كل انسان يفهم الظلم اللي انا بتعذب كل يوم ليل ونهار بتعذب فيه. ما حدش راضي يتكلم، بدي احكي كلام انا ثقيل جدا جدا على الناس اللي قاعده في المكاتب تستناني، بدي احكيها كلمتين. اول شيء انا قادر احارب وقادر اخش في الحروب عادي، انا دير بالك انا ما رضيتش اطلع يا جماعه الخير بالبث حتى اني ما اغلطش، بحاول امسك اعصابي، لكن اللي بدي احكيه الان يمكن كثير ناس يعني كثير ناس مش حتفهموا كثير. يا جماعه الخير، احنا في بيت حنون عربده، مدينه بيت حنون عربده، ما في قانون، ما فيش قانون، انا يعني احنا في مدينه بيت حنون فيش قانون، فيش حد يدور علينا، لا في قياده، لا في امن داخلي ولا في امن خارجي ولا في سلطه، ولا فيش قانون عندنا. القانون الموجود في داخل بيت حنون انه انا بكره حمزه بدي ابعث له، القانون في داخل بيت حنون، انا داخل بيت حنون، انا الان موجود الان في بيت حنون، مش خالف ومش مهتم لاي انسان ولا انسه. امن داخلي اخذوني، مش عارف قعدت عندهم يومين كاملات، مش عارف ليش 8 ساعات، مش عارف ليش، ولا حد بيعرف ليش. امن المخابرات حطوا نظارات عيني زي اني الجاسوس زي عميل، وانا بعرفش ليش. المباحث 50 مرة ومش عارف ليش، لحد هذه اللحظة انا مش عارف ليش بعتولي. لكن لازم الحق يقال، اتعبنا سأمنا. من المعروف بانه الطابون الفلسطيني هو عبارة عن فرن صغير بيتم صنعه يدويا من الفخار ويوضع داخل الارض لنعمل فيه الخبز، او يستخدم كمان في شوي الخضرة واللحمة. في بعض مناطق من ريف فلسطين بيسموه التنور،
هو إرث فلسطيني ورثوه من آلاف سنين عن أجدادهم الكنعانيين وحافظ عليه ريفيين حتى نهايات القرن الماضي، لكنه تلاشى بشكل شبه كلي في بدايات الألفية الجديدة. على صفحات السوشيال ميديا الفلسطينية انتشرت صور للحجة فاطمة عبد العزيز من قرية قبية غرب رام الله، وهي عم بتقوم بصناعة الطابون الفلسطيني القليل عمله هاي الأيام. انتشرت مجموعة كبيرة من التعليقات على هاي الصور، استرجع فيها المعلقين والمغردين ذكريات المختلفة اللي بتربطهم بخبز الطابون أو أي شيء بيطلع من فرن الطابون الفلسطيني. خلينا نشوف مع بعض عدد من هاي التعليقات. سناء كتبت: يا سلام على رغيف خبز من هالطابون، الله يرحم أيامه. أما نجاح: الله يعطيك الصحة والعافية ويقويكي ويبارك بعمرك، الله يرحم أيام الطابون وأكلاته ولمة الناس حواليه. أحمد: الله يعطيك الصحة والعافية يا حجة، كل الاحترام والله. أما محمد كتب: الله يسلم هالإيدين يا حجة، والله أزكى خبز ذقته بحياتي كان خبز الطابون تاع ستي الله يرحمها، ألا ليت الزمان يعود. حكم من الأردن كتب: ربنا يديم عليها الصحة والعافية. تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال هذا الأسبوع كمان مع الأزمة الخانقة اللي بيتعرضوا لها كل يوم في شارع حاجز قلنديا. هذا الطريق المحوري والمهم لكل اللي بيدخل رام الله ويخرج منها. في الفترة الأخيرة زادت الأزمة بشكل كبير في قلنديا لتشكل إزعاج حقيقي للناس. هذا الموضوع خلى الحكومة تصادق مؤخراً على خطة توسعة لتحسين وضعية الشارع وتنظيم حركة المرور هناك، خاصة أنه أكثر من 50,000 سيارة تقريباً بتمر يومياً على هذا الطريق اللي بيربط بين شمال وجنوب الضفة الغربية. خطة توسعة الشارع في الاتجاهين من الممكن أنه تقلل من الأزمة المرورية بنسبة 80%، وبحسب الخطة رح يتم توسعة الطريق المتفرع من شارع القدس الرئيسي لحتى الطريق المؤدي إلى قرية جبع لأربع خطوط بدل من خطين. كمان رح يتم وضع جزيرة بين مسارات هذا الطريق الرئيسي وتوسيع الدوار الواقع في منتصف الطريق ليوسع 3 سيارات، إضافة إلى تجهيز موقف خاص بالمركبات العمومية على يمين الحاجز لمنع حدوث أزمات مرورية أثناء تحميل وتنزيل الركاب. رح يتسع هذا الموقف 150 سيارة. صور كتير انتشرت خلال هذا الأسبوع على منصات التواصل الاجتماعي، بيّنت الصور جمال فلسطين ومدنها. خلينا نشوف هاي الصور مع بعض. حصل الطفل الأمريكي ابن 7 سنين رودولف أنزجر على لقب أسرع طفل في العالم بعد فوزه في مسابقة الاتحاد الأمريكي للركض واجتيازه لمسافة 100 متر في 13 ثانية و48. هذا الموضوع أذهل العلماء الرياضيين لأكدوا أنه بنيته الجسمانية ولياقته هي سبب تألقه. من خلال حديث صحفي معه أكد الطفل أنه بيحلم في قطع مسافة 100 متر ب9 ثواني و58، وهو الرقم القياسي العالمي للعداء الجامايكي يوسين بولت. خلينا نشوف مع بعض مقطع فيديو لهذا الطفل المميز. وا
وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال هذا الأسبوع كمان مع هاشتاج دوري أبطال أوروبا، واللي تصدر قائمة الهاشتاجات بآلاف التغريدات والتعليقات. دوري الأبطال واللي تم من خلاله هذا الأسبوع استكمال لمباريات دوري الستاش اللي بدأ يوم الثلاثاء الماضي بمباراة ليفربول وبايرن ميونخ، واللي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. والمباراة الثانية كمان واللي كانت ما بين برشلونة وفريق ليون الفرنسي يتأجل الحسم في مباراة الإياب خلال الشهر القادم. هاي النتائج اختلفت في سهرة الأربعة واللي كانت أمتع مبارتين، الأولى جمعت شالكة الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي واللي انتهت بنتيجة كبيرة من الأهداف للفريقين، فوز سيتي 3-2. أما المباراة الثانية جمعت أتلتيكو مدريد الإسباني وبطل إيطاليا يوفنتوس واللي انتهت على نتيجة كبيرة بفوز الفريق الإسباني على أرضه وبين جماهيره بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة كانت قمة في الجنون والإثارة الكروية. خلينا نشوف عدد من التعليقات اللي إجت على هذا الهاشتاج وهاي المباراة. قبل أيام توفى مصمم الأزياء الشهير كارل ليجرفيلد في باريس عن عمر 85 سنة بعد فترة قصيرة من إصابته بالمرض. كان المصمم الألماني هو المدير الإبداعي لشانيل وفندي، واحد من أكثر الشخصيات إنتاج في مجال تصميم الأزياء والموضة، وظل يشتغل بهذا المجال حتى وفاته. كان ليجرفيلد واحد من مصممي الأزياء الأكثر شهرة في العالم، لقبوه مشاهير الموضة بالإمبراطور أو القيصر، واشتهر بتسريحة شعره المميزة، نظاراته السوداء ومصانه البيضة بالأب العالية وقطته اللي سماها شوبيت. قاد شانيل لأكثر من 30 سنة مزج فيها الذوق الفني بالفتنة التجارية، وأوصل مبيعات العلامة الباريسية إلى 10 مليار دولار في سنة 2017. بعد وفاة ليجرفيلد كتير تساءلوا عن مصير قطته المدللة شوبيت، بس من الواضح أنه هاي القطة كان مأمن لها مستقبلها من قبل وفاته، إذ يحق لها الحصول على حصة من أموال ليجرفيلد لأكد أنه لديها حساب مصرفي خاص فيها. وبحسب تقارير صحفية من الممكن أنه تحصل شوبيت على 3 ملايين دولار من ثروة المصمم الشهير مقدرة بحوالي 200 مليون دولار. شوبيت هي قطة سيامية إجت لليجرفيلد كهدية من إحدى عارضات الأزياء، ومن هداك الوقت حرص ليجرفيلد على مشاركة صورها دائماً مع متابعي. لهم مشاهدينا بتخلص أبرز مواضيعنا لهذا الأسبوع. ما تنسوا تراسلونا من خلال صفحتنا على الفيسبوك أو الإيميل الموجود أسفل الشاشة. استنونا يوم الاثنين الجاي بنفس الموعد مع مواضيع وهاشتاجات جديدة. سلام.